السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكر المنابر الإعلامية التي غطت هذا الحدث، وهو حدث حفل توقيع كتاب الهيكل العربي وديزه الذي احتفينا به في هذه المناسبة بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة توريت، حيث شارك في هذه أو في هذا الحفل كل من الهايكيس رئيس هايكو موروكو الأستاذ سامح درويش، وكذلك رئيس هايكو مصر الأستاذ المصري حسني التهامي، بالإضافة إلى الأستاذة لبنى بزي شرارة وهي رئيسة هايكو لبنان، وكذلك الأستاذ والناقد المغربي بالقاسم سيدين، بتسيير كذلك الهايكيست المغربي عادل العمراني. طبعا الاحتفاء بهذا الديوان الجماعي العربي الذي احتفى أو احتفينا من خلاله بواديزة، حيث يعني جميع الشعراء وهم يعني حوالي 30 شاعرا وشاعرة من مختلف البلدان العربية كتبوا واحتفوا وكذلك تغنوا بهذا الوادي الذي يعبر إقليم توريت والجهة الشرقية بصفة عامة. فقط للإشارة أريد أن أشير إلى أن هذا الكتاب هو ثمرة جهود جميع أعضاء جمعية واتزا للثقافة والإبداع والتنمية، الذي تولد هذا الكتاب طبعا عن المهرجان أو الدورة الرابعة لمهرجان واتزا الأدبي والثقافي السنوي الذي نظمناه في أواخر 2020. كنعيشوا لحظة نتاع حفل توقيع واحد الكتاب اللي صدرته جمعية واتزا للثقافة والإبداع والتنمية بمدينة توريرت. هذا الكتاب اسمه الهايكو العربي واتزا، حيث شارك في إخراجه ومجموعة من الشعراء ويصل عددهم إلى 29 شاعر وبمئتي هايكو، وهؤلاء الشعراء احتفلوا جميعهم بمظهر من مظاهر الطبيعة التي تميز إقليم توريرت، وهو المجرى المائي واتزا، هذا النهر الذي تناوله هؤلاء الشعراء جميعهم بالشعر، وقد سجلوا مجموعة من الهيكوات التي أبانت عن مدى يزخر به هذا المظهر الطبيعي من مكونات طبيعية عميقة ذات بعد طبيعي تأملي مشهدي. إذن نشكر جميعا جمعية واتزا لأنها كانت باعتبارها هي المنسق وهي المؤطرة لإخراج هذا الإصدار الثقافي الإبداعي والذي أعطى إشعاعا دوليا، حيث شارك فيه مجموعة من الدول العربية: المغرب، تونس، مصر، العراق، سوريا، لبنان، ليبيا، ثم الأردن. فشكرا لهؤلاء الذين أعطوا الكثير من أجل أن يخرج هذا الصرح الثقافي إلى الوجود، وشكر كذلك موصول إلى جمعية واتزا وإلى كل الشعراء، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الشاعرة الزجالة ربيعة أبو مهراز من مدينة توريرت. كان لي شرف حضور توقيع كتاب واتزا للهايكو بمشاركة ثلة من الشعراء من المغرب وخارج المغرب، وهذه البادرة من الهايكيست حسين بالصناع كانت بادرة جميلة جدا يخلد بها نهر واتزا ويسجل في التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله. إبراهيم العولي، شاعر من مدينة العلوم الشرقية، شاعر وقاص طبعا. الآن أتواجد بمدينة توريت في حفل توقيع كتاب واتزا للهايكو، ولي يعني عظيم الشرف أن أحضر مع مجموعة من الأصدقاء من بينهم الصديق الحسين بن صناع، وإن كان يدل هذا على شيء فإنه يدل على أن لا زال هنالك أمل، لا زال هنالك يعني شيء يدعو إلى المثابرة، فالثقافة لا زالت بخير. فبمجرد أن سمعت يعني بهذا الحفل،
لم أتردد للحضور. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.